يعقوب، مات. أسمعت بشخصية ابن البناء المراكشي؟ من هو ابن البناء المراكشي؟ إنه عالم. عالم. عالم في ماذا؟ لا أعرف. لا تعلم. إنه عالم. إذن هذه ثقافة محدودة أو ثقافة سطحية. ابن البناء المراكشي، ابن البناء المراكشي قلت أنه عالم فقط، هذه ثقافة سطحية. ابن البناء المراكشي من أبرز الشخصيات العلمية التي عرفها التاريخ المغربي. وانت ياك في المغرب ومغربي، ها واش هذا، خاصك تكون عارف مثل هؤلاء الأشخاص، هؤلاء العلماء البارزين. يعقوب، أشمن مادة عزيزة عليك وكتحبها وكتبغيها؟ الإنجليزية. ثم ماذا؟ والعربية. ثم ماذا؟ الرياضيات. أرى ابن البناء المراكشي كان عالم رياضيات وفلك وطب، وكان متفنن في علوم جمة كثيرة، وقضى أغلب حياته بمدينة مراكش. عاصر المدينة، عاصر الدولة المارينية، يعني عاش في الوقت ديال الدولة المارينية. مشهور ماشي في المغرب فقط بل في العالم، مشهور ابن البناء المراكشي. لماذا؟ حنا قلنا قبل، قلنا على الفاكهة المشمش، أين وصلت؟ إلى القمر. إلى القمر، حملها رواد الفضاء. ابن البناء المراكشي كتب اسمه في القمر. أطلق اسمه مؤخرا على فوهة بركانية على سطح القمر. لماذا؟ لأنه عالم كبير، حفظا لمجهودات هذا العالم. ولد سنة 654 هجرية بمراكش، والوفاة سنة 721 هجرية أيضا بمراكش. والمؤلفات ديالو بلغت 82 مؤلفا، ولكن أكثرها فقد، ضاع أغلبها ولم يبقى إلا القليل. وكيف جاتك هذه الشخصية ديال ابن البناء المراكشي؟ شخصية علمية عظيمة، ونعرفوها ولا ما نعرفوهاش؟ ايوا انت دابا راه خاصك تبحث تقول لي عالم، ابن البناء المراكشي عالم، لا نعرف عليه اش كاين. ابن البناء يعني راه كان جده غير بناء، رغم انه ماشي ضروري العلم يكون الاب ديالو فلان او شي حاجة، او الاب ديالو غير بناء. هل ذاك العالم اللي كان صنع، ذاك اللي كان دار ديك سميتها بينيسيلين، ذاك اللي كان صنع البينيسيلين، هذاك راه كان فقير جدا، كان فقير، وشدوا واحد السيد وداه معاه وقراه وداك الشيء تولى عالم كبير. والقصة طويلة، حيت بوات هذاك اللي كان، هذاك اللي صنع البينيسيلين، الأب ديالو كان قد ابن واحد البرجوازي من واحد الترعة، نقدوا من واحد ضاية تاع الماء مستنقع، وجا عطاه شي نقود بغى يكافئو بواحد الهدية وما بغاش، قال لي نقدت لوجه الله وكذا، وفي الاخير قال لي الدين واعطيني ولدك نقري لك. والاخر توا طالب عليه بغى ولده يتهنى منه، وداه قرا، فاذا هو عالم كبير صنع لنا البينيسيلين، وبحث على البينيسيلين والدور ديال البينيسيلين في الحرب العالميه وفي الطب وداك الشيء، وتعرف البينيسيلين اش كيسوى. ودركا واش تبحث ولا لا؟ لا يا الله.